الزموتة أو الشاري أو الزعتر الأسباني نبات عطري من الفصيلة الشفوية، تعتبر الزموتة من النباتات الطبية التي كانت تستخدم منذ القدم في العلاجات الشعبية، وأيضا من الممكن أن تزرع كنبات للزينة فهي تضفي لمسة جمالية ورائحة لمزرعتك، كما يمكن أن تؤكل أوراقها الطازجة وتقديمها كمشروب ساخن لذيذ ومفيد. ويستخدمها بعض من الناس لأغراض الطبخ فهي تضفي نكهة مميزة على أطباق السلطة وبعض المأكولات. أما من حيث زراعتها فالأفضل أن تزرع في تربة جيدة الصرف والتهوية، فهي تتحمل العطش إلى حد ما، لذلك ينصح بالري المعتدل. أما من حيث الإكثار فيمكن إكثاره بالعقل. ويعتبر ماء الزموتة من الأدوية الشعبية لعلاج المغص والغازات وانتفاخ البطن. هل لديك معلومات أخرى عن هذه النبتة؟ شاركنا بمعلوماتك القيمة، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلك كل جديد ومفيد.